طيب لو بصينا على الصورة كده، الوداد المغربي يمكن هو والأهلي الأقرب دلوقتي للوصول. لو حصلت المنافسة دي هنرجع تاني نقول مثلا دي اللي هترجعنا ل 2017؟ يعني خليني برضو أشوف الصورة في ذهن كابتن ماهر إزاي. يعني 2011 برضك الأمور هتختلف عن دلوقتي، أكيد في لعيبة 17 غير. كابتن ماهر آسف 17 اكيد في لعيبه اتغيرت بعد الوداد. اعتقد احنا افضل دلوقتي، احنا افضل معنويا وفنيا جدا. وبعدين نهاوند عايز اقول لك كل الفرقه دي بتخاف مننا، كل الفرقه دي بتترعب من النادي الاهلي جوه في ملعبها وخارج ملعبها، بيتعمل لنا حساب. خلينا نقولها جدا يعني، لان هم عارفين انهم بيلعبوا فرقه يعني نادي صاحب بطولات ونادي مميز ونادي عنده افضل اللعيبه طبعا. بس هو دايما منعش ان دايما مباريات الاهلي مع اي فريق او حتى المنتخب مع اي منتخب قادم من شمال افريقيا لا بيحجروا معانا جامد يعني بيحجروا من زمان. تملي شمال افريقيا ليه بقى؟ لان هم برضك عندهم الفكر زي حالاتنا، قريبين من اوروبا، بيكتسبوا الصفات ديت او المهاره دي. الحاجه الثانيه كمان ان هم لما بيلعبوا قدام مصر عارفين ان لما بيكسب مصر هو كسب طبعا يعني 7000 سنه زي بيزهو بانتصار. فهم بالذات غير افريقيا السمراء يعني تلاقي حتى لعبتهم الموجوده في الدوري المحلي عندنا يمكن ما يقرب عن 13 لعيب تونسي وحوالي يمكن 3 4 لعيبه مغاربه. فبقى سوق. عايز اقول لك ان كل شمال افريقيا نفسهم يجوا الدوري المصري كلهم والله. يعني لعيبه ليبيا عايزه تيجي، جزائر، تونس، المغرب، اللي شايفين الدوري قوي، ما بالك كمان احترافيه على اعلى مستوى. النادي الاهلي بيلعب في 5 6 بطولات طبعاً. كل لعيب بيبقى يتمنى. واكيد علي معلول اقرب واحد، زمايله اللي موجودين هناك بيكلموه. يعني منهم يعني لعيب منتخب تونس، لاعب ترجي مميز، بن علي، ده عمر محمد بن علي، لعيب من اللعيبه اللي عايزه تيجي خلال الفتره الجايه ويتمنى انه يحترف. حلو ان احنا الدوري بتاعنا بقى بيستقطب كمان ناس، بقى عنصر جذب في حد ذاته. بالظبط. وانا في رايي بصراحه بتوع شمال افريقيا افضل من الافارقه. يعني ليه؟ لعيبه عندها ذكاء وعندها ثقافه وعندها خبرات وبرضك بيلعبوا في مستويات اعلى منهم. لعيبه احتكوا في اوروبا. فانا شايف تجربه شمال افريقيا معانا اللعيبه المحترفين بالذات ومنهم علي معلول وبنون نجحت بشكل كبير جدا اكتر من اللعيبه الافارقه.